السلام عليكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة ماستر إنجليش أتقن إنجليزية. اليوم إن شاء الله رح نكفي بالدرس 13 من كورس 200 سؤال وجواب باللغة الإنجليزية. يا جماعة ما بتصدقوا قديش كتير مهم هذا الكورس. هذا الكورس هو أساس المحادثات باللغة الإنجليزية وأساس لحتى يصير عندك مخزون لغوي هائل. اليوم إن شاء الله موضوعنا هو عند الطبيب. طبعا في العديد من المفردات اللي ممكن نغطيها بعد، لكن سبق وغطيتها بكورس English Starter في درس خاص خصصته لعند زيارة الطبيب لحتى تقدر تتحدث أكثر، حتى يكون في عندك مفردات أكثر. اليوم إن شاء الله حنركز على السؤال والجواب، واللي ممكن أيضا نكون محادثة فقط من هذه الأسئلة، العشر أسئلة اللي حنتعلمهم اليوم. عن جد هذا هو أساس المحادثة باللغة الإنجليزية. يمكن بتحسوا لما أعطيكم إياه ما عم تستفيدوا، لكن صدقوني إنه هيدا هو الإفادة إن شاء الله. بهالدروس حتلاقوا إفادة، خاصة إذا ما عم تعرفوا تتحدثوا باللغة الإنجليزية. كمان قبل ما أبدأ الدرس بس حابة أعطيكم نصيحة صغيرة. إن شاء الله إذا بدكم تقفوا المقدمة رح أحط لكم أي دقيقة فيكم تروحوا عليها، لكن في شيء كلنا بنعاني منه إنه بنخسر أوقات أو ما بنحس حالنا motivated. motivated يعني عندك الحافز لتعمل شيء معين، ودايما نحنا بيقولولنا إنه لازم تكونوا motivated وفتشوا على motivation، فتشوا على الحافز حتى تقدروا تساوي أشياء، لكن الحقيقة هيدي خرافة. رح أقولك إياها بكل صراحة، خرافة إنك تكون motivated كل الوقت. ولما يقولولنا إنه لازم يكون عندك motivation فقط، لما ما يكون عندنا motivation منصير نحس إنه في شيء خطأ فينا وإنه ما منقدر نحقق أهدافنا، فمنصير نتخلى عن أحلامنا وما منعود نعمل أي شيء. فحقيقة ما تفتش على motivation، فتش على consistency، على الاستمرارية persistence. يعني لما تقول إنه اليوم حتى لو ما جعبال أعمل هالشي، حتى لو ما بدي أتعلم اللغة الإنجليزية، ما عندي الحافز لأتعلم اللغة الإنجليزية، لكن لما يكون في عندك روتين يومي ولو 10 دقائق فقط إنك تتعلم اللغة الإنجليزية مهما حصل، صدقني هذا هو سبيل النجاح إن شاء الله. فتابعني، أنا عم حط دروس قصيرة إن شاء الله، يعني بحط كمان دروس طويلة، لكن في معظم دروسي قصيرة. ولما تحس حالك ما عندك الموتيفيشن، اتأكد إنه هذا ما بيعني إنه ما حتقدر تحقق هدفك. وإذا في كم يوم ما تعلمت اللغة الإنجليزية، المهم إنك ترجع تتعلم اللغة الإنجليزية. فخلينا نبدأ، يلا let's get started. أول سؤال لليوم هو Are you sick? Are you sick? هل أنت مريض? Are you sick? حأعطيكم homework بآخر الدرس، فخليكم لآخر الدرس. اللي حابب يتحدى نفسه خليك لآخر الدرس لحتى تسوي لي homework، تكتب لي إياها بتعليق تحت الفيديو. إذن are you sick? هل أنت مريض? Yes, I am. نعم أنا مريض. No, I'm not. كلا لست مريضا. إذن are you sick? هل أنت مريض? Yes, I am. فينا نقول yes, I am sick. No, I'm not sick. طيب الأسئلة اللي ممكن يسألك إياها الدكتور، What's the matter? What's the matter? ما الخطب؟ وين المشكلة؟ What's the matter? أو في يسألك What's the problem? أو What's your problem? ما هي مشكلتك؟ إذن problem تعني مشكلة. What's the matter? ما الخطب؟ ما الأمر؟ What's your complaint? إذن complaint شكوى. ما هي شكواك؟ What's your complaint? What are your symptoms? ما هي عوارضك؟ شو اللي عم تحسه؟ شو هي العوارض التي تشعر بها؟ What are your symptoms? إذا حابب يكون في عندك كلمات بالتفصيل عن symptoms، بنصحك بإنجليش ستارتر اللي حط لك إياه بصندوق الوصف تحت الفيديو. I have a high temperature. عندي حرارة عالية، أو فينا نقول fever، الحمى. إذن الله يبعد عنا جميع الأمراض. I have a high temperature أو I have a fever أو حتى I have a sore throat، يعني حلقي يؤلمني.
How long have you been feeling like this? أو how long have you had a sore throat مثلا؟ How long have you had a high temperature؟ إذن بدل been بتصير had a كذا وكذا. طبيعي الدكتور يسألك هذا الشيء لأنه هذا السؤال بيساعده يشخص حالتك. إذن how long have you been feeling like this؟ فبتقول له مثلا فيك تقول for 2 days I've been feeling like this for 2 days أو it's been going on يعني صلح الشيء for 2 days يومي it's been going on for 2 days هذه الأمور صلها يومي. Are you on any sort of medication؟ هل تأخذ أي نوع من الأدوية؟ Are you on any sort of medication؟ أو ممكن يسألك Are you taking any medicine؟ هل تأخذ أي دواء؟ Are you taking any medicine؟ فبتقول only paracetamol فقط paracetamol اللي هو مسكن للآلام ومخفض للحرارة أو البانادول يعني أو بتعدد له الأدوية. Do you have any allergies؟ هل لديك أي حساسية؟ خاصة عم يسأل حساسية ضد الأدوية. Do you have any allergies؟ فبتقول له I'm allergic to penicillin مثلا أو I don't have any allergies. إذن I don't have any allergies. Penicillin هو نوع من الأنتيبيوتكس. هو نوع من المضادات الحيوية. Can I have a look؟ هل أستطيع أن ألقي نظرة؟ إذن طبيعي الدكتور بده يعمل لك examination يريد أن يعمل لك معاينة فحيسألك Can I have a look؟ هل أستطيع أن ألقي نظرة؟ Of course بالطبع. طيب Where does it hurt؟ ممكن يسألك أين يؤلمك؟ ما أين هو الألم؟ Where does it hurt؟ أو Does it hurt when I press here؟ عندما يعاينك مثلا سيضغط في مكان press يضغط Does it hurt when I press here؟ هل يؤلمك عندما أضغط هنا؟ ف yes أو no سؤال مثلا Where does it hurt? It hurts here فيك تأشر له على الألم. I'm going to take your blood pressure سأقوم بأخذ ضغطك سأقوم بقياس ضغطك. Could you roll up your sleeve? Roll up your sleeve يعني تعلي كمك أن ترفع كمك فبتقول له sure. إذن I'm going to take your blood pressure. Could you roll up your sleeve? مثلا أنت بتفوت على عيادة الطبيب بتلاقي الأسيستنت أو السكرتيرة فبتسأل فبتقول I need to see a doctor. أحتاج أن أرى طبيبا. I need to see a doctor. فهي حتسألك Do you have an appointment? هل لديك موعد؟ إذا appointment تاني موعد. Do you have an appointment? Yes, I have an appointment at 3 o'clock. إذا نعم عندي موعد في الساعة 3 تماما. I have an appointment at 3 o'clock. أو no, كلا. I'd like to make an appointment. أود أن أخذ موعد to see Dr. Brown. To see Dr. Brown لأرى الطبيب Brown. لأرى الطبيب كذا. ممكن يسألوك is it urgent? هل الأمر طارئ? Is it urgent? Yes, it is. نعم إنه طارئ. أو no, it's not. كلا ليس طارئ. خلينا نعيد قراءة الأسئلة والأجوبة معا الآن. إذن are you sick? Yes, I am. No, I'm not. What's the matter? What's the problem? What's your complaint? What are your symptoms? I have a high temperature. I have a sore throat. How long have you been feeling like this? It's been going on for 2 days. Are you on any sort of medication? Are you taking any medicine? Only paracetamol. Do you have any allergies? I'm allergic to penicillin. I don't have any allergy. Can I have a look? Of course. Where does it hurt? Does it hurt when I press here? Yes, it does. No, it doesn't. It hurts here. I'm going to take her blood pressure. Could you roll up your sleeve? Sure. I need to see a doctor. Do you have an appointment? Yes, I have an appointment at 3 o'clock.
No, I'd like to make an appointment to see Dr. Brown. Is it urgent? Yes, it is. No, it's not. إذا هولي كانوا أسئلتنا. الآن وظيفتك لليوم هي إنك تحاول من خلال هذه الأسئلة والأجوبة تعمل لي محادثة قصيرة. كل اللي بدي إياه منك تكتب لي محادثة قصيرة باستخدام هذه الأسئلة والأجوبة. إذا بدك تقدر تعمل copy paste من نص هذا الدرس اللي حبعته إن شاء الله على التليجرام غدا، أو بتلاقيه بصندوق الوصف تحت الفيديو مول copy paste لبضع أسئلة وأجوبة بالترتيب، رتبهم على ذوقك لحتى يصير في عندك محادثة. وشكرا كتير لكم لأنكم عم تعلموا اللغة الإنجليزية معي. شوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل. السلام عليكم.